أحسن الله إليكم ونفع بكم. في آخر أسئلة هذه الحلقة سؤال من المستمع ميم عين مقيم بالمملكة، يقول: ابني صغير مريض وبه مس من الجان، نصحني الناس لأذهب لأصحاب الرقية، فهناك من يرقي بالقرآن وبعض آخر يرقي بالجان، وقد احترت لأيهم أذهب، فابني قد اشتد مرضه، أرجو أن توجهوني وأن تدعو له، جزاكم الله خيرا. الذي يستعين بالجن لا يجوز الذهاب إليه، لأنه لا تجوز الاستعانة بالجن والغائبين، لأن ذلك من الشرك بالله عز وجل، ولأن الجن لا يعينون الإنس إلا إذا تقرب إليهم بشيء من العبادة والشرك بالله عز وجل وفعل شيء من نواقض الإسلام، لا يخدمونه إلا في مقابل أن يتنازل عن دينه وأن يتنازل عن عقيدته، فلا يجوز الاستعانة بالجن لأن هذا من الشرك بالله عز وجل، كما لا تجوز الاستعانة بالأموات والغائبين لأن هذا شرك بالله عز وجل. وأما الرقية عند أهل الصلاح والعقيدة السليمة، رقية بالقرآن والأدعية المشروعة، فهي مشروعة والحمد لله، وهي سبب من الأسباب النافعة إذا اعتقد أن الشفاء من الله عز وجل، وإنما هذه رقية سبب للشفاء، فهي مشروعة ولا بأس بها. أما أن يذهب إلى الجن أو يذهب إلى الإنس الذين يتعاملون مع الجن فهذا كفر وشرك بالله عز وجل وإفساد لعقائد المسلمين على يد هؤلاء الدجالين والمشعوذين. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني خوفا وقلقا واضطرابا، سلطهم الله عليهم بالتخويف والتهديد. وهذا هو واقع من يستعينون بالجن الآن، دائما في قلق ودائما في خوف من كل شيء. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه عاقبة من يستعينون بالجن، وهذا مآلهم والعياذ بالله. فالواجب التحرر من هذه الخرافات وهذه الأباطيل، والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، والرجوع إلى العقيدة الصحيحة، وفيما أنزله الله من الأدوية والشفاء غنية عن هذه الأمور المحرمة. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. نعم.